سؤال تاني بيقول ليه مش ممكن الأشخاص تعترف بعضها على بعض؟ ليه لازم كاهن؟ أولا النظام حطه المسيح، لأنه إيه معنى كلمة ما تحلونه وما تربطونه؟ لو ما كانش فيه الخاطي التائب يجي للكاهن، إيه معنى الحل والربط؟ أو من أمسكتموها عليهم أمسكت، إيه معنى كلام المسيح روح للكنيسة؟ أنهي كنيسة؟ يعني كل شعب الكنيسة يدخل بيني وبين أخويا، اذهب معه للكنيسة، وبعدين ساعتها يتكلم عن الربط. تفسير الإنجيل في موضوع سر الاعتراف موجود من القرن الأول والثاني والثالث والرابع، أن المسيح أعطى الكهنوت وكالة، وكالة يعني الكاهن وكيل عن المسيح، فيعطي الغفران وكيلا عن المسيح. لمن يستحق الغفران؟ اللي هو المؤمن التائب المعمد طبعا. فلما يجي شخص مؤمن ومعمد على اسم الثالوث الأقدس تائب عن خطيته، أقول له مغفورة لك خطاياك من فم المسيح، أنا عندي سلطان واخده من المسيح، أنا كمان محتاج أتوب زيه، أنا إنسان وبغلط، كلنا نحتاج إلى التوبة ونحتاج إلى الحل السماوي عن طريق رجل الله. عشان كده يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا. القديس بولس يقول لتيتوس يجب أن يكون الأسقف كوكيل الله، قال عنه كده وكيل الله. إذن فكر الوكالة اللي المسيح نفسه اتكلم فيه، مين الوكيل الأمين الحكيم؟ الوكيل مع سلطة عن الموكل إليه يمارسها حسب قواعد صاحب الشأن. فالمسيح يعطي غفران للمؤمنين التائبين، طب خلاص يبقى الكاهن بيصرف الغفران حسب القواعد، وبالتالي مش أي واحد هتعترف له بخطيتك يصرف لك الغفران، معهوش السلطان يا حبيبي، مش كل واحد عنده السلطان. والكنيسة مارست هذا السر من أول يوم وعاشت بيه، ليه مش كل واحد يعمد؟ ليه مش كل واحد يعمل قداس؟ ليه مش كل واحد يدي غفران؟ لأن ده سلطان معطى للكهنة، وله آيات كتيرة قوي وله أقوال قديسين ضخمة جدا. يعني تعجبت أن واحدة من الطوائف المشهورة اللي لا تؤمن بالكهنوت بتستعين بكتابات يوحنا ذهبي الفم، طائفة كبيرة قوي لا تؤمن بالكهنوت. طب ايه رأيكم ان يوحنا ذهبي الفم هو اساسا بطرك، يعني رئيس كهنة وعامل كتاب مشهور في التاريخ اسمه الكهنوت؟ طب ازاي بتستعينوا باقواله على اي اساس اذا كان في رفض تماما للكهنوت؟ يستعينوا باقوال اغسطينوس، اغسطينوس رئيس كهنة كان اسقف وكاتب كتير قوي كلام للكهنة برضه. اذا هنا في حاجة كده مش مظبوطة، ازاي نشكك في الكهنوت ونستعين بأقوال ناس قديسين من القرون الأولى اللي كلها مسيحية ايه نقية قبل أي انقسامات، بيأكدوا على الكهنوت وبيمارسوه في حياتهم كوكلاء المسيح. عاوز أختم يا أحبائي.